تاريخي في النادي الاهلي مرتبط بصالح سليم ارتباط كبير جدا. اول حاجه لما انا جيت النادي الاهلي سنه 73 صالح سليم استقبلني، كان وقتها هو مدير الكوره، وبعد كده قال لي شطه بتوع نادي الهلال دول حبايبي، ومن زكي واسامه يوسف، وقعد يحكي لي بقى سليمان فارس لعب، طبعا انت عارف سليمان فارس اللي هو السد العالي، اول لاعب سوداني سنه 56 لعب مع كابتن صالح سليم، فاول واحد استقبلني. وبعدين قابلني تاني بعد ما درت شويه مع النادي الاهلي والظروف كانت صعبه والحرب وكده 73، قابلني تاني بعدها بيقول لي شطه انا مش شايفك في النادي الاهلي في حاجه. قلت له والله الفرصه ضعيفه جدا كابتن صالح، واتمنى انك انت يعني تشوف الموضوع ده مع كابتن هيدوكوتي وكابتن عزت ابو الروس، وقتها كان مدير الكوره. جه بعدها حقيقه جاء من زكي زار النادي الاهلي وكان ماسك النادي الهلال السوداني، فبقول له كابتن صالح انتوا ليه ما بتلعبوش الكابتن شطه، وشطه ده لعيب كويس وكذا. فقال له يعني ان دي فرصه وانت متاكد ومش عارف ايه، قال له اه. فقابلني تاني كابتن صالح، شوف التاريخ بقى بعيد نفسه ازاي، واداني فرصه الحقيقه. من وقتها حقيقه انا طبعا ربنا كرمني والحمد لله لعبت في النادي الاهلي في جيل السبعينات، كابتن حسن حمدي والخطيب والمجموعه دي. فتاريخ حقيقه تاريخي مرتبط بالنادي الاهلي. صالح سليم برضو لما انا كنت في النادي الاهلي بلعب كان دايما بيلجا لي في حاجات كده جدا، خصوصا ان انا كنت يعني طبعا جاي من السودان لغه الانجليزيه قويه جدا، كنت في كليه الهندسه وكده، كان بيلجا لي مثلا في العقود بتاعت اللعيبه، يعني مثلا عملت العقد بتاع فيليكس ابواجي، وقتها كان فيليكس طبعا في التسعينات لما كان موجود مع الان هاريس وانا كنت مدرب، برضه كمان في حاجات كتير جدا في الاتحاد الدولي كان براجع اللوائح والحاجات دي. فامتدت العلاقه برضه بجانب الكوره، امتدت في الاداره وامتدت في حاجات كتير جدا. صالح سليم كان لما يروح عنده بيته في عرابي هناك في على طريق الاسماعيليه، كان غاوي الحاجات اللي هي التكنيكال حاجات كده، يحب يفتح التلفزيون، يحب يشغل الدش، يحب يعمل الحاجات دي والموبايلات والانتنه. كان كنت الاقي طالع فوق في السطوح بيركب انتنه مثلا، فاقول كابتن صالح، يقول لي لا انا احب اعمل حاجه بايدي. كنت اروح برضه اقعد معاه هناك بالساعتين والثلاثه نخلص حاجات معينه، برضه ارتبطنا بحكم المهنه كمان انا مهندس، انه برضه كان هو عاشق للامور دي. وبعد كده طبعا دخلنا بقى في الاداره ودخلنا في حاجات كثيره جدا ونصايحه. واذكر كمان موقف مهم جدا، يعني لما جبت وائل رياض من نادي الشرطه، كان وقتها وائل رياض جسمه قليل جدا وكانوا طلبوا في فلوس كثير حوالي 100,000 جنيه وكده، فقلت له يا كابتن صالح هذا اللاعب لازم يجي النادي الاهلي. فقال لي ازاي ده 100,000 جنيه شطه وجسمه قليل مش قليل؟ قلت له بس انا مستعد اثبت لك، بس انت ايه في في في, في الفرقه بتاعت ال 18 سنه 19 سنه ضميت وائل رياض حقيقه، وكان متميز جدا طبعا، كان جيل عماد متعب واسامه حسني وحسام غالي والمجموعه دي، وطبعا وشريف كرامي، فطبعا تميز جدا وائل رياض. فقال لي والله شطه انا برضو بحييك انا كويسه وكده. دي برضو من المواقف الثانيه الحقيقه اللي انا بذكر عليه. وحقيقه يعني لما توفى صالح سليم حقيقه الكابتن الكبير اللي احنا تعودنا ويعني عشقنا النادي الاهلي من خلاله، يعني انا عملت له الحقيقه حفل التعبين بتاعه، عملت له شريط سميته ذا ريد كاندلز، الشموع الحمراء مش الشموع السوداء، وعملت تاريخ حياته كلها وعرضناه هنا في الصاله المغطاه في حفل تعبينه. وكان حقيقه بيساعدني فيه حقيقه استاذ محمود سلطان المعلق والمخرج احمد عبد العزيز، عملنا حاجه عنه حقيقه موجوده دلوقتي تقريبا برضه بتذاع. فانا طبعا كنت عاشق للكابتن صالح سليم، وكنت حقيقه بعتبره من الناس اللي خلونا نحب النادي الاهلي بشكل مباشر، لانه عاشرناه وعاصرناه لاعب وعاصرناه مدرب وعاصرناه قصدي اداري وعاصرناه رئيس نادي وعاصرناه صديق. وكان حقيقه شخصيه تستحق مننا ان يعني ان نؤبنه هذا اليوم وندعو له بالرحمه والمغفره ان شاء الله.